بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا على اليوتيوب. إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة سنتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ذكرنا أن أول معجزة هي معجزة القرآن الكريم، وهي المعجزة الخالدة على مر الزمن. وتوجد بعض المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحسية؟ من المعروف أن هناك معجزات رآها البشر من الأنبياء السابقين، كسيدنا موسى عليه السلام ومعجزة عصاه التي يلقيها فتنقلب حية فإذا أمسكها عادت عصاه، والتي يضرب بها البحر فتنشق، ومعجزة عيسى عليه السلام الذي يحيي الموتى ويشفي المرضى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت له معجزات عديدة، منها انشقاق القمر. لا تندهش، لقد انشق القمر بأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك عندما طلب كفار مكة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية على صدقه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر فأصبح فلقتين أي نصفين، ورأوا الجبل بين هذين النصفين. وقد سجل القرآن الكريم ذلك وجعله علامة على قرب الساعة، وندد بالكفار لإعراضهم عن الحق في قوله سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولم يستطع الكفار أن ينكروا هذا الانشقاق الذي رأوه بأعينهم. عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وهذا الحديث متفق عليه. ومن ضمن المعجزات الحسية أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر والشجر على رسول صلى الله عليه وسلم. روى جمع من سادتنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث تسليم الحجر والشجر على رسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله حجر ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وقد ورد ذلك في حديث الترمذي فأخرجه الترمذي. وروى القاضي عياض من حديث سيدنا بن مسعود في حديث استماع الجن للرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن قالوا: من يشهد لك أن رسول أنك رسول؟ قال: هذه الشجرة، تعالي يا شجرة، فجاءت تجر عروقها. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الجن أن الجن قد أسلموا. أيضا حنين الجزي لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث رآه عشرات من الصحابة. عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد بجواره، أي صوتا كصوت بكاء الطفل وهنهنة كهنهنة بكاء الطفل أو ما شابه. وفي حديث سيدنا بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع لهذا الجزء عندما بكى وسمع الصحابة صوته:
اقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضنه، فأخذ ينحنح حتى هدأ تماما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أردك إلى الحائط. ومعنى الحائط في اللغة العربية هي البستان. إن شئت أردك إلى الحائط، أي البستان الذي كنت فيه، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت يغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغله النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله، وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يلي النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من يليه، من يليه أي من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع هذا الجزء وهو يقول ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد فعلت. ثم قال عن هذا الجزء، قال الرسول: اختار دار البقاء على دار الفناء، وأمر به فدفن تحت منبره صلى الله عليه وسلم. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله الخشية، يا عباد الله الخشبة تحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وهناك حديث ثابت من طرق عديدة أخرجه أحمد في مسنده، روى سيدنا ثابت أن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ كفا من حصى فسبحنا في يده حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد سيدنا أبي بكر فسبحنا، ثم في يد سيدنا عمر فسبحنا، ثم في يد سيدنا عثمان فسبحنا، ثم صبهن في أيدينا فما سبحنا. أي أن الحصى سبح وكان يقول سبحان الله والحمد لله، أخذ يقول هذا الحصى سبحان الله، وسمعه الصبح الصحابة أولا في يد رسول، ثم عندما وضع هذا الحصى في يد أبي بكر سبح هذا الحصى، ثم في يد عمر فسبح الحصى، ثم في يد سيدنا عثمان سبح الحصى، أما في أيدي بعض الصحابة الآخرين ومع كرامتهم لم يسبح هذا الحصى. وهناك حديث آخر، نعلم أن الأرض التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة هي أطهر أرض، ومكة المكرمة في منطقة الجزيرة العربية تحيط بها الصحارى، وفي هذه الصحارى يقيم الكثير من الأعراب، وأيضا المدينة تقترب منها بعض أماكن الصحراء، ويوجد فيها حيوان اسمه الضب، وقد شهد الضب، نعم الضب شهد. روى عن سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن روى هو سيدنا عمر وأخرجه البزار في مسنده، المهم روي عن سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه. ما معنى محفل؟ محفل أي جمع من أصحابه، إذ جاء أعرابي قد صاد ضبا، والضب نوع من الحيوانات، فقال: من هذا؟ قالوا له: نبي الله. فقال: واللات والعزى، لا آمنت بك، أو هنا بمعنى حتى، واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. وطرحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، فقال عليه السلام له: يا ضب. فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال: من تعبد؟ قال: الضب الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عقابه. قال: فمن أنا؟ قال: رسول رب العالمين وخاتم النبيين، وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فأسلم الأعرابي على الفور وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وإن كان سيدنا عيسى عليه السلام كان يشفي المرضى، فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عين قتادة إلى مكانها، وسأروي لكم قصة هذا الأمر. حينما اشتدت الحرب في غزوة أحد، وأحاط المشركون بالمسلمين، وأحاطوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتلونه، حاوطه الكثير من الصحابة وبعض الصحابيات، فكان سيدنا قتادة يتلقى السهام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية عليه، فأصاب عينه سهم فسالت على خده، فأخذها بيده وسعى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله على هذه الصورة دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيئا. فقال سيدنا قتادة: إن الجنة لجزاء جميل، وإني أخشى أن أعير، ولكن ردها واسأل الله لي الجنة. فردها ودعا له، فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وأيضا سيدنا علي رضي الله عنه في غزوة خيبر، عندما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قائدا، قالوا له أن سيدنا علي يعاني من رمد شديد في هذا اليوم في عينه، فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: افتح عينيك يا علي وتفل فيهما، فشفاه الله من هذا الرمد فورا. ويا جماعة، في حديث جميل جدا، الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مما فضل به رسولنا صلى الله عليه وسلم، واجزم بمعراج النبي كما رو الإسراء والمعراج. دعاه الله لمشاهدة ملكوت السماء والأرض في تلك الرحلة القدسية التي ركب فيها البراق، والبراق هو حيوان سريع جدا يضع قدمه عند نهاية طرفه. وصحبه في هذه الرحلة جبريل عليه السلام وميكائيل، حيث أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك التقى بالأنبياء الذين جمعهم الله لتحيته، ثم عرج به إلى السماوات العلى، حيث ذهب إلى السماوات السبع، وكان في استقباله في كل سماء نبي مقرب، ولازال صلى الله عليه وسلم يترقى إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سمع صوت الأقلام، صرير الأقلام، وهو صوت كتابتها على الورق. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم الآيات من 8 إلى 10، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وفي تلك الرحلة الكريمة قابل الأنبياء، وفرضت عليه وعلى أمته الصلاة 50 في الأداء و50 في الثواب، وعاد في نفس الليلة إلى حيث بدأت الرحلة إلى مكة المكرمة. ومعنى الإسراء هو السير ليلا، وأما المعراج فهو الصعود إلى السماء. أعرج أي أصعد. والإسراء والمعراج في حد ذاتهما أمران خارقان للعادة أكرم بهما سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تطيبا لنفسه لما لقيه من تكذيب قومه، وذلك بعد أن توفت زوجته وتوفى عمه اللذان كان يساندانه، وقد أصبح يحدث بهما ويقول: لقد أسري وأعبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حدث بهما قومه فسخر منه الكفار وارتد ضعاف الإيمان، لأنهم لم يتصوروا أن شخصا يقطع هذه المسافات الشاسعة في عصرهم ثم يصعد إلى السماء كما يزعم ويعود من ليلته. ولكننا نحن
نعلم أن هناك إمكانيات، إن كانت إمكانياتنا البشرية الآن تمكننا من أن نصل من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس في سويعات قليلة، في يعني سبحان الله، الحمد لله أن تقدم العلم بنا وصلنا إلى هذا الأمر، فهذا الأمر سهل التصديق بالنسبة إلينا. أما بالنسبة لهم فلم يكونوا يصدقون هذا، ومع ذلك طلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى فوصفه تماما، ولنا حديث عن هذا الأمر في لقاء آخر. المهم أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، ولم يكن بالروح فقط، لأنه لو كان بالروح فقط لما كان هناك معنى للتكذيب وارتداد بعض ضعاف الإيمان وسخرية الكفار. ألست تنام وتحلم أنك قد ذهبت إلى أمريكا أو فرنسا أو ألمانيا أو الصين؟ وإذا ما حكينا هذا الأمر لأي أحد لا يستغرب هذا، ولكن المعراج وقع بالروح والجسد. والذين يعترضون على وقوع المعراج بأن السماوات لا تقبل الخرق والالتئام، وبأن الإنسان لا يمكن أن يعيش خارج الغلاف الجوي إلى غير ذلك من الاعتراضات، لم يضعوا في أذهانهم أن الأمر خارق للعادة فلا يخضع للقوانين الطبيعية العادية، وإلا لما كان خارقا. وقد ثبت بالسنة الصحيحة وأشار القرآن إليه في سورة النجم: ويا قوم، سنتحدث في حديث قريب إن شاء الله عن الإسراء والمعراج بالتفصيل. ولو أخذت أعدد معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسية لما انتهينا، من ضمنها نبع الماء من بين أصابع يديه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى الصحابة منه الكثير من المعجزات صلى الله عليه وسلم. ولكني أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فضلا ضعوا لايك واشتركوا في القناة، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.